بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. هكلمكم عن الأمراض الخبيثة اللي كلكم أو كلنا بصراحة بنترعب منها، بس عايزة أقولكم الموضوع مش صعب وعايز إرادة. الخلايا الجسم بتاكل نفسها أو بتحارب نفسها لأن المناعة ضعيفة. هقولكم على طريقة، من أول ساعة هيبدأ الخلايا السرطانية تموت أو الأمراض الخبيثة تموت. الثوم، الكركم، الزنجبيل، الفرش، البصل، قوي المناعة. أنا شرحة زينا قوي المناعة على القناة، أنا مش عايزة أطول عليكم، بس عايزة أقولكم الموضوع مش صعب، بالعكس انتوا ممكن تتولدوا كمان من اول وجديد، يعني تشفوا كمان من تتولدوا. اهم خطوه بقى هي ايه؟ الصيام المتقطع. ان احنا نعمل صيام متقطع، نبدا على طول 16 ساعه، نزود كل يوم نص ساعه، بس بشرط في نفس الوقت ده احنا بنخزن فيتامينات ومعادن، فيتامين د، فيتامين سي، زنك، كل الفيتامينات والمعادن ناخدها. نعمل حملة مكثفة، نجهز الأسلحة بتاعتنا وندخل الحرب. لو أسلحتك قوية هتنتصر. هتيجي بقى الأسلحة القوية منين؟ من تقوية المناعة وإرادتك، ثقتك بالله إنك هتشفى. مفيش حاجة مستحيلة، ربنا خلق لنا جسم سبحان الله قادر فعلا على الشفاء. أنا بتكلم عن تجربة، في حالة كانت بتتابع معايا عندها في الغدة الدرقية، والحمد لله وصل 90% من الشفاء، وده اللي خلاني بتكلم بقلب جامد. كانت بتقعد اليوم ويومين ما تاكلش، ده الصح. بس قبل ما اوصل ان اوصل ل 18 ساعة عملت الأسلحة بتاعتي، خزنت بقى، خزنت فيتامينات ومعادن. أول حاجة لما اجي ابدا بالصيام هاكل ايه بقى مفيد؟ ما اكلش حاجه ترفع لي الانسولين، عدو الانسان الانسولين لما يترفع، هو مهم جدا، هو اللي بيودي الخلايا الغذاء الخلايا بس بنسبه قليله. ونبدا نعمل خزين من الفيتامينات ونبدا نزود عدد الصيام، ناكل وجبه في اليوم، تاني يوم نقعد 24 ساعه، 36 ساعه. ايوه، كل ما اديت جسمك ورفعت مناعته كل ما قدر يحارب اي مرض ايا كانت درجته او صعوبته، طبعا مع الامتناع عن اي حاجه هعيدها تاني ترفع الانسولين. اعرف جسمك واديله الامكانيات هتشفى باذن الله. كل الامكانيات ربنا موفرها لنا وباسعار رهيبه، يعني ده في حاجات ببلاش. اعمل رياضه، الشمس اهو، انا قاعده في الشمس دلوقتي بس لابسه الطرحه بس عشان الفيديو. العلاج بين ايديكم، ربنا يسترها عليا بقى من الدكاتره وشركات الادويه. ارجوكم اللي بيوصل لمرحله من الشفاء يكتب لي في التعليقات عشان غيره يستفيد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.